السلام عليكم. اليوم نروحوا الملعب تاع تيزي وزو لنتابع تصريح نتاع الوزير السكن والعمران والمدينة سيد محمد طارب للعربي حول يعني بعض المستجدات اللي طرأت على الملعب تيزي وزو، وكذلك على المشاريع الجديدة واللي راح تنطلق هذه السنة في بعض الولايات. إذن لنتابع ما قاله وزير السكن والعمران في قضية الملاعب الجديدة وكذلك قضية ملعب تيزي وزو. إذن فلنتابع. أولا مرحبا بالأسرة الإعلامية في المركب الرياضي بتيزي وزو. نقدر نقول اليوم أنه انتهينا 100% من إنجاز ملعب تيزي وزو، يعني كل ليزيسي كل تجارب على كل الأجهزة اللي قمنا بها كانت كونكليونت، يعني نسبة جيدة 100%. يعني اليوم الحمد لله نقول أنه انتهينا من إنجاز ملعب تيزي وزو. ما ننساش أنه في زمن القريب كان هذا الشيء مستحيل، يعني بالمنظر اللي كان فيه، يعني الملعب، يعني المنظر البشع اللي كان فيه الملعب، اللي نقدر نقول انه تم انجازه في مده زمنيه قصيره جدا، يعني موان كو لي ديلي دو رياليزاسيون. الشيء اللي خلانا نوصل لهذا الشيء هما المهندسين الجزائريين، مكتب دراسات جزائريه ويد عامله جزائريه. كل الشكر لهذا يعني كل من توسكي ا بارتيسيبي بو لا رياليزاسيون تاع هذا الصرح الرياضي في الوقت الضيق وبلا كاليتي هذه. ما ننساش انه في وقت معين يعني داروا لنا عقده من ملعب تيزي وزو، يعني انه العصابه في وقت معين استعملت ملعب تيزي وزو ولا كوم ان ريفيرونس تاع لا ميديوكريتي. الحمد لله نقدر نقول انه المهندسين الجزائريين ومكاتب الدراسات الجزائريه واليد العامله الجزائريه تجاوزت هذه الفكره، وهذا الشيء راح يخليها تكون عندها ثقه اكثر انها تمشي بانجاز يعني ديزيكيبمون احسن من هذه ان شاء الله. راح ننطلق في مشاريع اخرى، منها الملعبين تاع بشار وتاع ورقلة قريبا قبل نهايه السنه راح نقوم يعني انتهينا من دفاتر الشروط، راح نقوم بالاعلان عن الصفقه ان شاء الله قبل نهايه السنه. ونفس الشيء راح يكونوا مكاتب دراسات جزائريه ويد عامله جزائريه، نظن انهم برهنوا يعني بنسبه كبيره في الانجاز مثل هذه المشاريع. والمثال تاع تيزي وزو احسن مثال. نرجع الى ارضيه الملعب، خلينا نقول انه التاخير اللي كان عندنا يعني في اسباب خارجه عن نطاقنا، انه كان فيه تاخر في استلام يعني لانيمينوثيرابي لي فونتيلو، يعني اللي كانوا مهمين جدا باش تكون ارضيه جيده وارضيه يعني نقدر نلعب عليها مباريات. هذا الشيء اللي خلى في مرحله معينه الغازون يكون يعني في يعني في حاله يعني حاله مش مليحه، كانت فيه يعني تاخر في استلام هاد لي زيكيبمون. الحمد لله اليوم تحصلنا عليهم، هذا الشيء اللي راح يخلينا نتحصل على ارضيه ملعب في احسن حال ان شاء الله، اللي فيها من تكنولوجي مستعمله اترافير لو تيريتوار ناسيونال ولا اترافير لو تيريتوار انترناسيونال، يعني فيه ملاعب عمليه عالميه يستعملوا لا ميم تكنولوجي تاع الغازون. وبحكم انه الان فيه هاد لي نيمينو ثيرابي وفيه لي فونتيلو، ان شاء الله راح تكون ارضيه في احسن حال ابتداء من نقدر نقول من على شهر او شهر ونص. شكرا لكل من ساهم في انجاز هذا الملعب، وشكرا للاسره الاعلاميه على وجودهم اللي اترافير او راح تخلينا نشوف هذا نسوق لهذا الملعب والجهد تاع المهندسين والمكاتب الدراسات الجزائريه. شكرا بارك الله فيك.